يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناه اي تي سي في كل مكان. حلقه جديده ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجه عايز افكركم بارقام التواصل الخاصه بينا اللي بتكون موجوده معانا على الشاشه خلال الحلقه، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك صفحه اي تي سي تي في. ويلا بينا نبدا حلقتنا. عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم قوي، وعايزه ابدا معاكم يعني الحلقه بيه، لانه في دراسه بتقول ان 60% من الرجاله بيخافوا من الجواز والارتباط، وبتقول كمان الدراسة ان هما بيكون عندهم اسباب للخوف ده. فخليني اقول لكم على شوية اسباب قالتها الدراسة لخوف الرجالة من الجواز، وشايفة ان هي سبب كبير ان هما ما يقدموش يعني على الخطوة دي. اول سبب ان الرجالة بتشوف ان الجواز عبارة عن سجن، حكم بالمؤبد هيقضوا فيه باقي عمرهم، مش هيقدروا يخرجوا منه ابدا. جو بقى رايح فين، جاي منين، كنت مع مين، اتاخرت ليه، مش عارف ايه. الاسئله الكتير دي بتعمل للراجل رعب، والراجل اصلا بطبعه بيحب ان هو يكون واخد حريته. فعشان كده كتير من الرجاله بيخافوا من فكره الجواز. وكمان من الاسباب اللي بتخوف ان الراجل مثلا برضو بيحب العلاقات المتعدده، يعني الصبح بيحب واحده، بالليل بيحب واحده تانية خالص، بكره بيعجب واحدة تالتة ملهاش أي علاقة بالاتنين اللي قبله. فبيشوف إن الجواز والارتباط هيأيده، هيخليه مع واحدة بس طول حياته، وهي اللي هتكون شريكة عمره، ومش مسموح له بقى إن هو يحب أو يعجب بحد غيرها باقي حياته. فالموضوع ده برضو بيقلقه، بيترعب فكرة الجواز، اللي هو أنا خلاص يعني أنا هي واحدة بس. حتى دي كمان بتبان جدا جدا اكتر كمان بره في اوروبا وامريكا وكده، بتبان قوي في الافلام والمسلسلات. لو بتتفرج يقول لك هتبقى one woman for the rest of my life، واحده بس لاخر حياتي. فدايما بيبقوا ايه مرعوبين من خطوه الجواز دي. وطبعا يعني بالتبعيه بقى مع التكنولوجيا والتقدم اللي احنا فيه، وان احنا منفتحين على العالم كله، الموضوع ده بدا يتنقل اكتر لشبابنا. من ضمن كمان الأسباب اللي الدراسة اتكلمت عنها في موضوع خوف الرجالة من الجواز ده، إن في البعض منهم بيكون ناجح جدا جدا في شغله أو ناجح جدا جدا في دراسته، فبيخاف إن هو يتجوز ويجيب أطفال، فده يعطله ويدخل بقى في دوامة الخلافات الزوجية ومشاكل الولاد والحاجات دي كلها. فبيقرر إن هو يتخلى عن فكرة الجواز ويعيش مريح دماغه واخد باله من شغله ويحقق فيه نجاحات أكبر. الحقيقة السبب ده اللي موجود في الدراسة أنا شفته سبب حريمي أكتر. يعني أنا شايفة إنه الست الناجحة في شغلها أو اللي بدأت كارير شغلها قبل ما تتجوز بتبقى قلقانة قوي على كاريرها، وبتبقى قلقانة قوي إنها تحمل وتخلف فتنشغل فتاخد أجازة شوية فده يعطلها. إنما الراجل يعني ليه؟ يعني إيه اللي هيعطلك في إنك تتجوز وتبقى عايش حياة مستقرة وبرضه تنجح في شغلك وتنجح في حياتك؟ هو أنت مطلوب منك إيه زيادة عن ناس كتير قوي ناجحه في شغلها وناجحه في بيوتها؟ وعلى فكره ستات كتير برضه، لو هنتكلم بقى عن السبب زي ما قلت لكم هو اللي حد ما تحسوه حريمي شويه او ميل للستات اكتر، فاحنا لو جينا بصينا على الستات فهنلاقي ستات كتيره جدا جدا ناجحه في شغلها، ناجحه في دراستها، ناجحه في حياتها، ومتجوزين ومخلفين، والى حد ما الدنيا مستقره، زي ما الى حد ما الدنيا مستقره عند ست ممكن تكون ما بتشتغلش، لان هي بقى بالحظ خلفنا كام عيل على حسب العدد، على حسب طبعهم ايه، جيناتهم عامله ازاي، فبنتعامل معاهم ازاي، بتبقى كده ملهاش مقياس معين يعني. فسواء الست بتشتغل او ما بتشتغلش بتعرف تظبط بيتها. فالراجل بقى ايه اللي يعطله في فكره انه يتجوز ويخلف فما يحققش نجاحات في شغله؟ ايه العلاقه؟ انا مش فاهمه. وطبعا الراجل ليه دور مهم جدا في البيت، ليه دور مهم جدا في تربيه الاولاد، ليه دور مهم جدا في المشاركه من اول يوم بيتولد فيه الطفل او الطفله، ده طبيعي جدا. ولكن دوره ما بيبقاش قد دور الام اللي برضو زي ما بقول لكم ممكن عادي تكون بتشتغل وتقدر انها تنجح في ده. فانا بشوف ان ده مش يعني لا، لو حد من الرجاله بيتفرج عليا والسبب بتاعه ان هو خايف على نجاحه، لا دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، ملهمش اي علاقه ببعض. في سبب كمان بيخوف الرجاله وسبب مهم، وهي فكره الروتين. الروتين بقى والملل اللي بيحصل بعد الجواز ده، وخصوصا ان قبل الجواز بتبقى فتره الخطوبه دي بتبقى فيها الدنيا ربيع والجو بديع والحياه لونها بامبي وكل اغاني سعاد حسني الجميله كلها.
يعني كل حاجة حلوة قالتها بتبقى موجودة في فترة الخطوبة اللي هي حلاوة البدايات دي. نيجي بقى بعد الجواز تلاقي العلاقة بقت روتينية، بقت مملة، مفيهاش تغيير، مفيهاش تجديد، فده بيخوف الرجالة جدا، لأن أصلا برضو الراجل بطبعه بيحب التجديد. أمال هو ليه؟ كنا بنتكلم قبل السبب ده بسببين كده، إن احنا كنا بنقول إن هو ممكن يكون بيحب كتير عشان بيحب التجديد. ما هو بيمل من اللي حبها الصبح، فبيدور على اللي يحبها بالليل، يمل منها، يدور تاني يوم على واحدة تالتة. فكرة إن الراجل بيمل من الروتين دي حاجة معروفة، فإحساس الملل والروتين ده بيخوف الراجل جدا من فكرة الجواز. وبرضه بيخافوا من الجواز عشان الارتباط بفكرة بقى المناسبات، وبرضه ده سبب من الأسباب اللي أنا شايفاه سبب غريب جدا. يعني ايه راجل خايف ان هو يتجوز عشان خايف ان هو يرتبط بالمناسبات العائليه او المناسبات الاجتماعيه، اللي هو بعد الجواز تلاقي مراته جايه تقول له تعالى احضر معايا فرح صاحبتي، تعالى نروح عيد ميلاد بنت خالتي، عزومه ماما، عزم مش عارفه مين، مش عارف ايه، كل الحاجات الطبيعيه اللي احنا برضو بنعملها، بنروح نجامل الناس، بنروح نقف جنب الناس لو عندهم مشكله او لو عندهم حاله وفاه. الطبيعي الطبيعي اللي هتعمله سواء متجوز او مش متجوز المفروض. انما في بعض الرجاله الحاجات دي بالنسبه لها بتخنق جدا وملهمش فيها خالص، فيريحوا دماغهم ويقول لك بلاها جواز وارتباط خالص وخليني عايش كده سلطان زماني. اوكي، ده في المرحله اللي مثلا نقول ايه لحد مرحله العشرينات لما تنتهي. انت بعد العشرينات لو عندك حاله وفاه، لو عندك فرح، لو عندك وحد قريب منك، حد ما ينفعش ان انت ما تبقاش موجود، هتعمل ايه؟ فايه علاقة الجواز بالموضوع ده؟ يعني انت متجوز او مش متجوز هتحضر، هتبقى موجود، لازم هتكون موجود، فايه علاقة الجواز بالموضوع ده؟ غير ان انت لما تكون مش عايز تروح حتة ما تروحش، مش مشكلة، عادي، قول لها انا في حاجات معينة ما بحبش اعملها، ما تربطنيش بالمناسبات الاجتماعية دي. ومرة على مرة ولما تعدي فترة هتلاقي نفسك انت لازم بتروح، من نفسك انت اللي لازم بتروح. وفي الاخر خليني اقول لكم ان مخاوف الرجاله من الجواز بتختلف حسب ظروف كل واحد، سواء كانت بقى من تحمل المسؤوليه، فقدان الحريه الشخصيه، الضغوط المجتمعيه، التوقعات العاليه جدا اللي ممكن تخليهم يترددوا في خطوه زي دي. بس الحقيقه ان الجواز مش مجرد التزامات وضغوط، الجواز مبني على التفاهم، مبني على الشراكه بين طرفين، مبني على المودة، مبني على المساعدة، ان هما اتنين يبقوا بيساعدوا بعض وبيقفوا جنب بعض. فده اللي بيخلي الخوف يقل مع الوقت، ولو في تفاهم وثقة ما بينكوا المخاوف دي بتتحول لتحديات ممكن التعامل معاها وهتعدوها، والدنيا هتبقى ماشية كويس، والجواز دي بقى رحلة جميلة تستاهل التجربة. فعشان كده بقول لكم لو انت راجل وبتسمعني وعندكم اي سبب من الاسباب دي حاولوا تفكروا فيها كويس كده وتشوفوا هي ليها حلول ولا لا، لان كل الاسباب دي ليها حلول على فكرة. ولو انت ست وبتسمعيني دلوقتي او بنت وبتسمعيني دلوقتي وحاطة عينك على حد ونفسك ترتبطي بيه او مرتبطة بيه بس شايفة ان هو مش بتاع جواز ومش عارف تعملي ايه، وشايفة انه سبب خوفه من الجواز حاجة من اللي احنا قلناها دي، يبقى خليكي ذكية وطمنيه من ناحيتها. يعني لو قلقان من فكره المناسبات الاجتماعيه قولي له على فكره انا كمان ما بحبش احضر قوي، ولو هحضر ممكن احضر لوحدي مثلا بالنيابه عنك لحد ما انت تحب تنضم ليا او تبقى معايا. لو بيقلق مثلا من الحاجات من الروتين والملل والحاجات اللي زي كده، انت تقدري ان انت تجددي من نفسك وتجددي من الحياه كل شويه قدامك، عشان تقدري تحسسيه انه مش هيبقى فيه روتين. خليكي أذكى بقى من العادي، وشوفي الشخص اللي انت عايز تتجوزيه الحاجة اللي مخوفاه من الجواز، وحاولي تطمنيه بعكسها على طول، تعملي عكسها وتأكدي له انك هتبقي معاه لحد ما تعدوا الفترة دي او تعدوا المرحلة اللي هو قلقان منها او مش مرتاح لها. وزي ما قلتلك مع الوقت في حاجات كده كده هيضطر ان هو يعملها مع النضج بقى والسن وظروف الزمن وكده. نروح بقى نتكلم في حاجة تانية برضو مهمة عايز اتكلم فيها معاكم، لانه احنا كتير بيبقى حوالينا ناس تعبانة، ناس بتعاني من الاكتئاب، ناس عندها مشكلة كبيرة او اتعرضت لصدمة كبيرة، واحنا ما بنبقاش عارفين نتعامل صح،
انا عايزه اقف جنب الشخص اللي تعبان ده، والشخص اللي عنده اكتئاب، او اللي عنده المشكله الكبيره دي، بس كلامي معاه بيبوظ الدنيا اكتر. يا ترى ليه؟ لان احنا مهم ان احنا نبقى حساسين في كلامنا، ونتجنب الكلام اللي ممكن نقوله فيزود شعور الشخص اللي قدامنا بالاكتئاب او بالسوء او بالحزن. يعني انتي ممكن تكوني رايحه تهوني على حد فتقولي له كلمتين انتي فاكره انتي ممكن بتهوني عليه، تلاقي الدنيا اتغيرت خالص. يعني مثلا كلمه شد حيلك، او انت لازم تكون اقوى من كده، او انتي لازم تكوني اقوى من كده. العبارات دي بتبين ان الاكتئاب حاجه بسيطه، حاجه عاديه الشخص يقدر يتغلب عليها لو حاول كفايه، او انه بتبين للشخص المكتئب ده ان هو ما بيحاولش كفايه، ان هو مستسلم قوي، مع ان الاكتئاب ده مرض، ومرض حقيقي ومش مجرد ضعف وبس، دي حاله بتبقى صعبه جدا. والشخص اللي بيبقى عنده اكتئاب بيبقى بيعاني مش بس من الاكتئاب، بيبقى بيعاني ان هو عايز يخرج من الحاله دي ومش عارف ازاي، مش لاقي الطريق. برضو كلمة في ناس حالتها أسوأ من حالتك بكتير، ده احنا في نعمة، ده احنا الحمد لله على اللي احنا فيه. بص لغيرك يا أخي، شوفي غيرك عايش ازاي، ده احنا انتي، ده انتي في حال أحسن بكتير. الكلام ده مش بيساعد، الكلام ده مش بيخلي الشخص يحس ان مشاكله مش مهمة، وان هو مش متقدر، وان هو مأفور الموضوع قوي، او مش من حقه ان هو يحس بالحزن. ومفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها ان حد مش من حقه ان هو يحس بالحزن، كل واحد من حقه يحزن، ومن حقه يعبر عن مشاعره بالطريقة اللي تريحه. برضو كلمة ليه مش قادر تفرح؟ السؤال ده بيوضح عدم فهم لطبيعة الاكتئاب. مش كل الناس المكتئبة بتقدر انها تتحكم في مشاعرها، ومش بسهولة يقدروا يفرحوا حتى لو حاولوا، حتى لو نفسهم. ويا جماعة الموضوع لو بزرار، دوست على الزرار جه الاكتئاب، دوست على الزرار اختفى الاكتئاب، يبقى الموضوع بقى سهل قوي. افرح بقى واتبسط وابص على الناس واقول ان انا في نعمه وكل الكلام بقى، ما هو سهل قوي، دوست على الزرار خلاص. انما هو مش بزرار، دي معاناه، ومعاناه في رحله طويله لو الواحد ما فهمهاش. لو انت بتحاول تدعم حد عنده اكتئاب وما فهمتش الموضوع ده صح، او الحاله اللي هو فيها صح، انت هتزود من اكتئابه وهتزود من تعقيد حالته. برضه عشان نعرف اكتر ازاي نعرف نتعامل مع الشخص اللي عنده اكتئاب، ونقويه ونقوي، يعني نحاول ان احنا نشد من ازره، مش نحبطه او نتعبه اكتر. احنا معانا على التليفون دكتور امل محسن، استشاري الصحه النفسيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور امل، منوراني. ده نورك يا نوري، ربنا يخليكي، تسلمي يا رب. وحشانة يا دكتور أمل. والحقيقة احنا بنتكلم عن موضوع مهم قوي قوي، موضوع الاكتئاب والتعامل. أنا مثلا عندي صديقة مكتئبة، ففكرة إن أنا أتعامل معاها وأقعد أقول لها لا أنا ما كنتش متخيلة إن أنت بالضعف ده، لا فكي بسرعة، انسي بقى وغيري الموضوع، بصي على الناس اللي حواليك هتلاقي إن أنت حالك أحسن من حالهم. الكلام ده بيعمل إيه في الشخص اللي بيمر بحالة اكتئاب؟ منتهى الاستفزاز. حقيقي انا يعني بؤيد كلامك 100%. ثانية واحدة، خلينا اولا انا معجبة جدا بالمقدمة بتاعتك، شكرك. يعني هي في الجون فعلا، اشكرك. وانا هاخد من كلامك بس هعرف حاجات عشان الناس يبقى الكلام واضح بالنسبة لها. يا ريت. في قاعدة علمية نفسية بتقول ايه؟ انه اكتر كلام بيستفزك هو الكلام اللي انت لازم تسمعه. يعني لما اجي اقول لواحد انت كذاب وهو كذاب هيتجنن. لما اجي اقول لواحد انت ضعيف الشخصيه وهو ضعيف الشخصيه هيتجنن. لما اجي اقول لواحد انت خاين وهو بيحاول ينكر الخيانه هيقلب، لازم هيزعق وهيقلب الترابيزه. ليه؟ لان هو عارف من جواه هو ايه بالظبط، لكن مش قادر يواجه نفسه، يتواصل مع ده او يواجه نفسه او يحل ده، فبيتعصب. فأي إنسان فينا كلام لازم ناخد بالنا قوي من الحتة دي. أجي أقول لواحد مثلا مسحور أو محسود اقرأ قرآن، هيجنن، هيقول لك أنا عايز حد يقرأ لي قرآن أنا مش قادر وبتاع. فليه؟ لأن هو عارف إن هو علاجه في الحتة دي، هو عارف إن هو خاين، هو عارف إن هو مدمن، هو عارف إن هو كذاب، هو عارف إن هو مكتئب. بس يعني إيه بقى اكتئاب؟
أيوة. يعني إنسان الوعاء بتاعه النفسي أو قدراته على التعايش والتحمل والتعامل والتناغم مع الحياة انتهت، خلص. فهو في حالة حتة ثانية خالص بالظبط. فما ينفعش أبدا أجي أقول لواحد مكتئب أقول له أنت مكتئب ليه، أو يا عم سيب، أو يا عم في ناس ثانية، أو بص للنعم اللي ربنا مديها. الكلام ده كله يا جماعة هو لازم يسمعه، بس هيستفزه جدا صح، وهيخليك انت بدل ما بتساعده انت بتدمره او بتزود يأسه، او خلينا نقول اوقع كلمة عجزه. العجز اكتر حاجة بتودي للاكتئاب. يعني ايه عجز؟ انا مش قادر احل حاجة، خلاص الوعاء بتاعي اتملى. لو احنا فهمنا القاعدة دي هنعرف نتعامل مع اي حد في اي مشكلة بما فيها الاكتئاب. ايه بقى اللي احنا لازم نقوله لمريض الاكتئاب؟ اقول الاكتئاب ده درجات طبعا، وبيختلف من راجل لست. واحسن حاجه نتعامل بيها مع الاكتئاب قبل ما نوصل للاكتئاب ان احنا نلاحظ او نفهم ايه المقدمات بتاعه الاكتئاب، عشان الشخص ما يوصلش لمرحله ان هو يبقى لازم محتاج دكتور. يعني انا لوحدي او انت لوحدك او كصديقه او كأم او كجاره او كده مش هتقدري تعملي حاجه لوحدك. هو بيحتاج دعم نفسي بكلمات ايجابيه، اهمها ان انا حاسه بيك، حاسه بيك. وانا يعني لو تعالي نفترض مثلا جدلا بنتك او صاحبتك، لازم هتقولي الجمل دي: انا حاسه بيكي، متفهمه جدا اللي انت فيه، ولكن وانا هقعد معاكي ومش لازم تتكلمي. يعني مش عايزه اتكلم في موضوع بتاعك، انا هتكلم عن قصه ثانيه. وانجح طريقه ان انا ابتدي احكي حواديت فيها رسائل غير مباشره لحلول بتاعه ناس ثانيه، علشان تسمع عند الطرف المكتئب في العقل اللاواعي. لكن ما اجيش اقول له تعالى نخرج، ما اجيش اقول له تعالى نروح الجامع او نروح الكنيسه او نروح نعمل عمل مش هينفع خالص نقول له تعالى نعمل حاجة. لازم أقول له حكايات بتاعت ناس مرت بتجارب مشابهة بطريقة غير مباشرة بسيطة حسب الحالة اللي هو فيها أو الحالة اللي هي فيها، علشان توصل لها معلومة بشكل أو بآخر. تمام. لكن أي حاجة مباشرة هتبقى مرفوضة. أي حاجة مباشرة تبقى مرفوضة طبعا من الشخص المكتئب. بالظبط كده، طبعا طبعا. بالظبط كده. فالدعم النفسي الغير مباشر هو اهم حاجه، ولازم كل واحد فينا يحاول يقرا او يفهم اكتر عن طبيعه حاله الشخص اللي قدامه، لانه اللي يمشي معايا غير اللي يمشي معاكي، غير اللي يمشي مع حد مراهق، غير اللي يمشي مع حد عنده اسره. مثلا لو حد عنده مكتئب بس عنده عيال، فابتدي اتكلم عن العيال وعن الحاجات الحلوه اللي فيهم. يعني لازم اكون بتصرف بطريقه غير مباشره، ما فيهاش اوامر ولا ارشادات مباشره، علشان الشخص يبتدي يسمع لي ويحب يسمع لي. طب دكتور امل، انا ضاقت نور. انا دايما فضل. في مشهد بشوفه الحقيقه، اللي هو لما بتحصل حاله وفاه ويبقوا ذوي الشخص الفقد يعني منهارين، يجوا الناس المعزيين: حرام ما تعملوش كده، لا طب اقعدي اقري قران، طب ده هو دلوقتي اكيد في مكان احسن، ده كل الكلام ده حلو جدا وكويس، ولما هننفذه فعلا اكيد هنحس بفرق. ولكن في الوقت ده انا بحس ان الشخص اللي عنده الحاله دي او اللي يعني اللي هو من زاويه الفقيد بيبقى مش عايز يسمع اي حاجه من الحاجات دي، بل بالعكس زي ما حضرتك بتقولي بتزود المشكله. وبرده دي بتبقى يعني الحاله دي بتبقى متهيالي صدمه، مش اكتئاب. فبرضه كيفية التعامل مع الصدمات اللي زي كده، المشاكل اللي بتحصل من فقد حد أو مثلا حالة طلاق، الحاجات اللي زي دي أتعامل برضه إزاي مع الشخصيات اللي بتمر بالظروف دي؟ طيب خليني أقول لك على بس حاجة هقولها كده في الأول، إنه أنا شخصيا بقول إيه وأنا داخلة أي عزاء؟ الله يصبركم، أنا حاسة بيكم، مفيش حاجة تتقال. لا، وما تعيطيش، ما تعيطيش ازاي؟ بقولش خالص كده، بالعكس. لا، كلمه ما تتعيطيش دي ازاي؟ يعني انا لما حد يبقى مثلا ابوه متوفي ولا مامته متوفيه ما عيطش ازاي؟ يعني عيط امتى طيب؟ لما ايه يحصل؟
ما هو بقى ده، الناس لازم تبقى عندها ثقافة الذكاء الاجتماعي في الحوار، بالظبط في مواساة الآخرين، بالظبط في الفقد أو الطلاق والحاجات دي. ده لازم صحيح. نبتدي إحنا كبرامج وكدورنا كاستشاريين وكده، يعني فعلا لازم ننشر الوعي، قل ولا تقل، إيه اللي تقوله إيه اللي ما تقولوش. ربنا يصبركم، أنا حاسة بيكم، مفيش حاجة تتقال، وأنا بالظبط. موجودة، يعني لو حد محتاج حاجة أنا موجودة دايما. أنا بقول كده، أنا أمل محسن. تمام، انت وانا حاجة كمان يا تانية دكتور امل، سبحان الله، بالظبط كأن حضرتك مدياني سكريبت. هو حبيبتي، ربنا يبارك لك في كل كلمة بتقوليها، ميرسي يا بصراحة دكتور، كل كلمة بتقوليها أنا بعتبرها صدقة جارية، يعني ميرسي. زي ما أنا بعتبر كلامي ده حقيقي صدقة جارية. هو طبعا. الكلام لازم يعني نحاول نرشد الناس وننفع الناس، وربنا يزيدك يا نوري يا يا رب، جميلة. ميرسي يا دكتور امل، ميرسي. تسلم. فحته الدعم النفسي، ان انا ما امنعش حد انه يعيط، ما اقولش لحد ما تقولش او ما تعملش، اسيب الشخص اللي قدامي يعبر عن مشاعره بكل الطاقه اللي هو قادر عليها، وما يعني ابقى بس اللي هو فكره انا جنبك، اعمل بالظبط اللي كده، انت انا حاسس بيه جنبك وانا جنبك. لما تبقى جاهز او محتاج تتكلم انا موجوده. المرحله بقى اللي بعد كده لما يبقى محتاج فعلا يتكلم، اتعامل المرحله ازاي؟ اللي بعد كده دي محتاجه حرفيه في الشغل مع حد متخصص، علشان خاطر كل واحد فينا في حاجه اسمها بصمه المشاعر، صحيح. زي بصمه الصوت، زي بصمه الايد. دي جمله بتاعتي انا شخصيا، بصمه المشاعر، ودي معجزة ربنا في خلقه. زي ما كل واحد فينا ليه بصمة في صوابعه، ربنا خلق الكون كل واحد فينا في المليارات البشر ليه بصمة مشاعر. صح. فاللي يمشي معايا غير اللي مع ابني، غير اللي مع بنتي، غير معاكي، غير صاحبتك، غير جارتك، غير مديرتك، غير حد مثقف، غير حد غلبان، وهكذا. فكل واحد ليه طريقة في إدارة مشاعره، إزاي هو يدير مشاعره وأنا أساعده في إدارة مشاعره. جميل. سواء مشاعره دي كانت حزن شديد، فقد شديد، موت، طلاق، اكتئاب، خسارة فلوس، حاجة في المجتمع، وهكذا. فلازم الناس يكون عندها الفكرة دي أو المفهوم ده. فلازم أنا أكون فاهمة اللي قدامي كويس عشان أعرف كصديقة أو كأخت أو كصاحبة أو كزوجة أو كأم. بيبقى عندك ثلاث أطفال أو ثلاث عيال، وكل واحد فيهم شخصية. فاللي بيمشي مع ابني الكبير غير مع بنتي الصغيرة، غير صحيح مع ابني الوسطاني، صحيح. لأن كل واحد فينا ليه بصمة مشاعر. مظبوط. بنشترك في بعض الصفات، ولكن أكيد مختلفين، صح أكيد مختلفين. صح قدرتنا على التسامح، قدرتنا على انك تعدي، قدرتك انك تعذري اللي قدامك، قدرتك ان انت بس. انا بقول دايما لحد فقد حد غالي عليه، سواء اب او ام او صديق او هو ايفر، انا بسيبه على الاقل خالص من 3 ايام لاسبوع براحته، صح، يصرخ، يعيط، يتقوقع، ياكل، ما ياكلش، لازم اديله مساحته، وبعدين نبتدي نتفاهم. بالظبط. دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. صحيح. أقل شيء 3 أيام لحد أسبوع، أكتر من أسبوع لأ، لازم أتدخل وأحاول أساعد، أكيد، عشان ما ينغمسش ويغوص في الصدمة، أو يغوص أو يخش بقى في مرحلة اكتئاب. لأن الفرق هو الاكتئاب نتيجة مترتبة على صدمات متكررة لم تحرر. صح. أوكي، فالفرق ما بين الاكتئاب وما بين الصدمة. الاكتئاب ده نتيجة. نتيجة لإيه؟ لإنسان قاعد ياخد صدمة في صدمة في صدمة في صدمة في صدمة، لحد ما الوعاء اتملى، فخلاص هو مكتئب. عشان صحيح. كده بنقول نلحق الشخص اللي عنده صدمة من الأول، ما نسيبوش أكتر من أسبوع، وبعد كده نبتدي بقى نشوف عشان ما تتحولش نتعامل مع إزاي. الاكتئاب. أنا بشكرك بالظبط. شكرا جزيلا دكتور أمل محسن، استشاري الصحة النفسية. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور، دايما كل مرة بتكوني معانا فيها بتضيف لنا وبتفيدينا كتير، في حتى في كيفية التعامل مع مشاعرنا احنا كمان شخصيا، مش بس مشاعر الناس اللي حوالينا. فبشكرك جدا جدا، وزي ما قالت دكتور أمل، احنا لازم نكون داعمين للناس اللي حوالينا وبتمر بمشاكل، وأهمها الاكتئاب، لأن الاكتئاب بيبقى نتيجة مرور الشخص ده بأكتر من صدمة، أكتر من خيبة أمل، فحس بالاكتئاب أو بدأ يصاب بالاكتئاب. كلمة بقى أنت أنا مش متعود عليك كده، لا أنت لازم تقوى، لا يلا تعالى البس واخرج، طب تعالى نروح، احنا مش عارف نعمل إيه،
كل الحاجات دي ما بتجيبش نتيجة. اللي بيجيب نتيجة أنا معاك، أنا جنبك، أنا أسمعك في أي وقت حابب أن أنت تتكلم فيه. المرحلة اللي بعدها على طول أول ما يبدأ يفك ويتكلم لازم يلجأ لمتخصص زي ما قال الدكتور أمل، علشان خاطر يبقى ماشي على خطة بقى صحيحة، علشان الاكتئاب ده لو ما تعالجش صح، لو ما مشيناش فيه بخطوات صحيحة، هيختفي شوية، هيستخبى شوية، زي ما الواحد يبقى عنده مثلا ضرس وجعه جدا وعنده العصب ملتهب، يوم جاي واخد مسكن، فالمسكن يقلل الألم شوية، يفتكر انه خف شوية، يروح مفعول المسكن النار تيجي تاني. فهي نفس الفكرة، الاكتئاب بيختفي شوية ويرجع تاني بطريقة أشرس. فاحنا لازم نتعامل معاه بشكل يكون في مساعدة من حد متخصص علشان خاطر نتخلص منه نهائيا. وياريت لو أول بأول ما نسيبش نفسنا ان احنا يوصل معنا الموضوع، يقعد معنا موضوع لسنين. عايزة بقى اتكلم معاكم فانتي وحكايتك، لان احنا بقالنا كتير ما اتكلمناش انتي وحكايتك، بس المرة دي انتي وحكايتك، انت وحكايتك. يعني النهاردة معنا الحكاية من راجل. راجل بيحكي وبيقول انا دلوقتي خاطب من 4 شهور والمفروض فرحي الشهر اللي جاي، واحنا يعتبر خلصنا كل حاجه، يعني حجزنا كوافير وفستان العروسه وكل حاجه في البيت خلصت، وانا دلوقتي مش مرتاح خالص بصراحه. من الاول كان في حاجات مش عجباني في خطيبتي، بس انا قلت شويه شويه هيتغير، هتتغير والكلام ده، بس ما فيش حاجه بتتغير. انا غلبت كلام معاها والحال على ما هو عليه. أنا دلوقتي ما عدتش مستحمل وعلى طول زهقان ومش فرحان، بس بصراحة ما حصلش مشاكل بينا خالص. كل اللي في الأمر هي فيها حاجات أنا مش عارف أقبلها، زي صوتها العالي وأنا ما بحبش الصوت العالي، كمان جسمها زاد جدا وأنا ما بحبش البنات التخينة، وكمان بتنسى بسرعة بدرجة رهيبة، وكل ما أروح عندها البيت بلاقي البيت مش نظيف خالص، وكمان كسولة قوي ومعظم يومها نايمة، وأنا دلوقتي نفسيتي صفر بجد. أنا دلوقتي عايز أفركش، ينفع ولا ما عادش ينفع خلاص؟ بص يا سيدي، طبعا هو الموضوع غريب شوية، يعني أنت واضح أنه أنت شايف في البنت كذا حاجة، مش حاجة ولا اتنين، شايف البنت كذا حاجة مش عاجباك او مضايقاك. هو الغريب حاجات دي ما تشافتش ابدر من كده شوية ليه؟ يعني انت بتقول انتوا خلاص خلصتوا كل حاجة وجهزتوا كل حاجة وحاجزين الفستان وحاجزين الكوافير، يعني ما فاضل الا ان انتوا تعملوا الفرح. فالحاجات دي كلها ما تشافتش، يعني انت مثلا ما كنتش بتزورها في البيت اللي انت بتقول عليه مش نظيف قبل كده؟ حتة النوم الكتير دي او الكسل برضو، انت مثلا كنتش بتكلمها في التليفون قبل كده وتلاقيها نايمة لفترات طويلة. فهنا احنا عندنا الجواز اكبر من مجرد تجهيزات على فكرة، وحاجات اتحضرت وحاجات اتدفع فيها فلوس والكلام ده. الجواز ده اكبر حاجة في الدنيا واهم حاجة البني ادم بيدخل فيها، لان ده اختيار للحياة كلها. البيت اللي اخترته وطلع فيه غلطة انت ممكن تغيره قدام، العفش اللي اخترته ممكن تغيره قدام، عربيتك، اي حاجة ممكن تغير، الشغل، اي حاجة ممكن تغيرها. انما شريك الحياة بيبقى صعب انك تغير، لانكوا هتخلفوا بعد كده هتبقى دي ام ولادك، فمهما حصل وحتى لو طلقته هتفضل ام ولادك ومش هتطلق ولادك. فالحاجات اللي مضايقاك في الشخصية اللي معاك او البنت اللي معاك حتى لو صغيرة ممكن تكبر بعد الجواز، خد بالك، وممكن تبقى مصدر دايم للخلافات. فحتى لو انت حاولت ان انت تتكلم معها اكتر من مرة ومفيش تغيير، اسأل نفسك، هنا هتيجي لازم تسأل، لازم توقف وقفة مع نفسك، انت هتقدر تكمل علاقة مع حد ما بيتغيرش؟ يعني انت اتكلمت معاها طلبت منها انها تتغير بس ما اتغيرتش، اسأل نفسك بقى في الوقت ده هتقدر تكمل العلاقة مع حد مش موافق ان هو يتغير؟ ولازم تاخد بالك انه اصلا مش سهل ان حد يتغير، الا لو هو عايز يغير من نفسه او لو هي عايزه تغير من نفسها. انما تتغير علشان حد ممكن يبقى بشكل يعني مؤقت، تتغير لها شويه وبعد كده الطبع بيغلب التطبع، هي مش بمزاجها، هي هترجع ريما لعادتها القديمه، مش بمزاجها، هو طبعها كده هترجع ترد ليه تاني. فانت لازم تكون متاكد من قرارك، ولو مش هتقدر تتأقلم مع ظروف البنت دي
وشخصيتها وطريقتها، يبقى انت لازم تنهي الموضوع. مفيش مشكلة خالص على فكرة انه عملته بيت، جهزته حاجات، لما تنهيه دلوقتي افضل بكتير من انك تستمر فيه وتبقى حاسس ان انت بتضغط على نفسك، حاسس ان انت بتقدم تنازل، ان انت اصلا قابل الحياة او قابل العيشة في حياة انت مش سعيد بكل الجوانب فيها. فشوية شوية هتعبي من جواك جدا وهتنفجر وهتبقى فيها مشكلة كبيرة، والله اعلم ساعتها ممكن تبقوا خلفتوا فنوصل لمرحلة مش كويسة ممكن تؤدي للانفصال، هنبقى ظلمنا عيالنا كمان. فلا، من دلوقتي هتقدر تتعايش مع الحاجات اللي مضايقاك ولا مش هتقدر؟ عموما حكايه الصوت العالي دي هي ممكن عادي فعلا ممكن تتغير شويه شويه، ممكن تكون على فكره سنها صغير البنت ففرحانه بالحياه وفرحانه بالخطوبه ومتحمسه، فصوتها عالي وبتضحك بصوت عالي وبتهزر مع الناس بصوت عالي، هي شويه شويه صوتها هيوطى. هتلاقيه عالي امتى بقى؟ لما تخلفه تلاقيه بتزعل العيال بس، انما غير كده لا، هي هتهدى، الحياه هتخليها تهدى، هتكن كده خالص. ده بالنسبه لموضوع الصوت العالي. النوم والكسل برضو نفس الكلام، الحاجات دي ممكن تتغير لما يبقى عندها التزام في حياتها، وده الحاجات دي انت لازم تتكلم معاها فيها. يعني برضو هي في بيت باباها ومامتها غير في بيت جوزها، في بيت باباها ومامتها في اللي ممكن يعمل الاكل، في اللي ممكن يروق، في اللي ممكن ينزل يجيب حاجه، يعني المسؤوليه مش عليها قوي، انما في بيتها المسؤوليه عليها، فأكيد نظام حياتها هيتغير زي ما انت أكيد نظام حياتك هيتغير. هيبقى ممكن في شغل، هيبقى في أكل، هيبقى في بعد كده أولاد، في حاجات هتخليها تصحى من النوم، في حاجات هتخليها مش كسولة، في حاجات مش هيعملها غيرها فلازم هتقوم تعملها، لازم هتقوم تتابعها على الأقل أو تباشرها لو هي مش بتعملها بإيديها. فالحاجات دي هي اللي هتساعد معاك في تغيير الشخصية اللي انت بتتكلم فيها. فبص على الحاجات اللي مضايقاك، لو هي بالزمن كده كده هتتغير يبقى ما تبوظش الجوازة، لو هي حاجات قوية قوي وصعبة قوي وشايف ان هي تبقى مثبتة في شخصيتها ومش هتتغير نهائي وانت مش هتعرف تتعايش معاها، يبقى من دلوقتي لا تظلمها ولا تظلم نفسك. معلش، الحاجات اللي جت تبقى تتخزن لحد ما يجيلك النصيب اللي يريحك. وحتة التخينة دي بقى أنا مش عايزة أعلق عليك الحقيقة، مش عايزة أتكلم في الموضوع ده. قلت زادت، ده معناه إن هي كان جسمها كويس، يعني زي ما بنروح بنرجع بنعرف نرجع تاني. الحاجات دي ما يعني دي حاجات شكلية ظاهرية بنقدر نتحكم فيها عادي جدا جدا، فما يبقاش هو ده المقياس. معلش، زي ما أنت برضو ممكن يحصل حاجة، ممكن يطلع لك كرش، ممكن يحصل حاجة إحنا مش عارفين، وإحنا يعني ضامنين كل حاجة. ف الحاجات الشكلية البسيطة دي ما نقفش لبعض عليها، ده بتحبها شوف اللي يعدي ايه وعديه، واللي مش هيعدي اتكلم فيه، ولو حاسس ان مش هيحصل تغيير يبقى خلاص اقفل على الموضوع ده من البداية علشان ما تظلموش نفسكوا انتوا الاتنين. دي نصيحتي ليك، اتمنى انها تساعدك ان شاء الله. النهاردة بقى عندنا ايه؟ النهاردة عندنا فقرة هنتكلم فيها عن مواضيع مهمة جدا في حياتنا اليومية، هنتكلم عن لغة الجسد في التواصل، هنتكلم عن إدارة الوقت، إزاي نحقق التوازن بين حياتنا المهنية والشخصية ونكون أكتر إنتاجية ونقلل من التوتر. كل ده هنعرفه وهنناقشه مع ضيفتنا نرمين هاني أبو شعبان، أخصائي صحة نفسية واستشاري أسري. كمان معانا فقرة عن ست بعد ما وصلت لسن 50 قررت انها تخرج عن المألوف وتحقق شغفها اللي دايما كان جواها لكنها اجلته بسبب مسؤوليات الحياة والعيلة. كمان شافت ان السن مجرد رقم وانه لسه قدامها فرصة جديدة انها تعيش حلمها وتبدأ رحلة مليانة شغف وطموح. هتنورنا النهاردة دعاء الدمرداش مصممة الازياء. خلونا بس الاول نطلع لفاصل سريع ونرجع نبدأ معاكم فقراتنا، استنونا. في فقرتنا دلوقتي هنتكلم عن موضوع مهم لكل الستات، ازاي تلاقي التوازن او تعرفي تعملي التوازن بين شغلك وحياتك الشخصية، وكمان الطرق اللي تساعدك تحافظي على صحتك النفسية والجسدية.
برضو في ستات كتير مننا بتواجه صعوبة في التواصل بسبب لغة الجسد اللي بتعكس المشاعر والأفكار. هنتعرف النهاردة على إزاي نقدر نستخدم لغة الجسد بشكل أفضل ونفهم إشارات الآخرين بشكل أعمق، وإيه هي الطرق البسيطة لتنظيم وقتنا علشان نقدر نوازن بين شغلنا وبين حياتنا الشخصية. كل ده هنعرفه من ضيفتنا اللي منورونا النهارده في استوديو انتي، نرمين هاني ابو شعبان، اخصائي صحه نفسيه واستشاري اسري. اهلا وسهلا بيكي نرمين، منورانا. اهلا وسهلا بيكي، منورانا. مبسوطه جدا انتي معايا النهارده. وطبعا اول حاجه عايز اسالك عليها فكره الموازنه ما بين الشغل والحياه الشخصيه بالنسبه للست، ودي من اكتر الصعوبات اللي بتقابلها الست اللي عايزه تنجح في الاثنين، في حياتها وفي بيتها وكمان في شغلها وتحقق ذاتها. شوفي، هو الشغل أول حاجة يعتبر بيت الواحد التاني. فأكيد طبعا، شوفي زي ما ربنا قال في كتابه الكريم، وخلقنا من كل شيء زوجين. فكل حاجة لها كفتين، الإيجابي والسلبي، أوازن بين دي ودي إزاي، في حاجات إمتى أطنشها، في حاجات لا لازم أشتغل عليها. الحاجات دي كلها بتتعرف إن كان في الشغل أو في البيت لما أعرف أولوياتي أشتغل على إيه الأول. مش الحاجة اللي لازم تتعمل دلوقتي، احنا لغاية دلوقتي بنلخبط بين حاجة أو مسمى بيتقال إنه لازم يتعمل دلوقتي، يعني عاجل، بس مش مهم، يعني ممكن يكون حاجة مهمة بس مش طارئة، الحاجة الطارئة لازم تعالج في لحظتها لأنها هتأدي كوارث بعدها. فدي بقى اللي بتخلي الواحد إزاي يقدر يعمل توازن ما بين الحاجتين، أولوياتي فين؟ وإذا أنا مثلا كنت ربة بيت وهشتغل جديد، طبيعي لازم اثبت نفسي اكتر بنسبه اكبر في المكان الجديد اللي انا فيه. زي لما احنا مثلا طلعنا من المدرسه دخلنا الجامعه، عايز اثبت نفسي في اولى سنه جامعه. طلعت من الجامعه عايز ادخل على الشغل، عايز اثبت نفسي في المكان الجديد. زائد كمان ما انساش بيتي، ما يقعش مني حاجات، لازم يبقى فيه موازنه. بس طبعا الحاجه لما بتكون جديده بتاخد زي ما بيقولوا ايه عزها شويه، يعني لازم اشتغل على اساسياتها اكتر، اللي هو ايه بناء العواميد الاساسيه. ازاي ايه دي بقى الاساسيه اللي هي ايه اولوياتي اللي انا هشتغل عليها عشان اقدر افرق بين دي ودي. طيب برضو ساعات كتير بنحس ان في علاقه وثيقه وطيده ما بين الضغوط اللي بنشوفها في الشغل والمشاكل الجسديه اللي بتقابلنا او صحتنا الجسديه، وهي بتنزل مستوياتها بتنزل في الارض كده. فازاي الست ممكن تحافظ على صحتها وعلى جسمها وعلى نفسيتها كمان وهي وسط كل الضغوطات دي؟ بصي، في فخ احنا كلنا كستات للاسف، واضم نفسي وانت معايا، يعني كلنا بنحب نكون من الشخصيات انه انا بيرفكت، انا بيرفكشن، انا بعرف اعمل كل حاجه، انا بتاعت كله. ده انا فعلا اول الصف. دي اكبر غلطه، دي اكبر غلطه. ليه مثلا احنا مثلا تلاقي الواحده مثلا بتطبخ وبتكلم في التليفون وماسكه ابنها وبتراجع على مش عارفه مين وبترد على الباب بتاع الدليفري، وانا عملت كذا حاجه، وبتقول لجوزها انت مش بتعرف تعمل حاجتين مع بعض. هو دماغه في العمل انجح في البيت ليه؟ لانه في البيت عايز كذا حاجه وفي الشغل عايز حاجه واحده او حاجتين، بيخلصها بيبتدي في الثانيه، بيحط كل مجهوده 100% في الميشن او في المهمه اللي هو عايزها. فلما احنا بنيجي ال 100% دي اجزئها مثلا للولد، لشغلي، لمكالماتي، بدل ما تدي 100% لوقتك كله انت بتدي 20% لكل حاجه. فانت كانك بتبتدي حاجه وتسيبيها، تبتدي حاجه وتسيبيها، فانت بتسيبي كذا حاجه مفتوحه. فالحاجات المفتوحه دي بتعمل ايه؟ بتعمل ضغط على الواحد، انا ما كملتش كذا، يا انا ما كملتش كذا، انا ما عملتش كذا، انا ما عملتش. فتلاقي دماغك بيقول ايه؟ تشتت والتفكير كتير. دي بتعمل ضغوطات نفسيه، وبتأدي بعد كده ممكن تجيب ضغط، قولون عصبي، حاجات تانية. ليه؟ لانه التفكير الكتير والحاجات اللي والشعر اللي بيقع ده كله ليه؟ لانه ده كله عباره عن ملفات مفتوحه في دماغك عايزه تتقفل. انت ما خلصتيش ولا واحده فيها، ومبسوطه على كلمه انا بيرفكشنست في ايه؟ ما انت ما خلصتيش، ما قفلتيش، لازم كل واحد تخلصي. يعني مثلا ممكن تعملي من حاجه لثلاثه، عقلك بيستوعب يخلص حاجات 100% من حاجه لثلاث حاجات. تمام. اكتر من كده الدنيا هتضيع منك، هتخش في الضباب، مش هتعرفي تكملي الحاجه. طيب احافظ ازاي على نفسيتي في بيئه العمل الصعبه؟ بيئه العمل الصعبه او ما تتعامليش مليانة بقى ضغوطات نفسيه. اولا ما تتعامليش مع الناس بعشم قوي. انا بتكلم دلوقتي كست بعيدا ان انا اخصائي، ما تتعامليش مع الناس بعشم قوي، ومش كل اللي انت بتشوفيه في حياتك في اصدقائك موجودين في الشغل. لانه ثلاث ارباع الناس مثلا لو انت بتشتكي من حاجه في الشغل بسبب ضغط، اللي بيسمعك 80% مش همه، و20% بيسمعوكي عشان ياخدوها ضدك قدام شويه. يعني ما حدش واقف معاك خالص، صح. فالواحد دايما لازم ان هو يبني شخصيته تبقى قويه وثقته بنفسه عاليه عشان يقدر يواجه ده.
الضغوطات اللي في الشغل دي برضو بتبقى على اساس ان انا مفضله مثلا مديه وقت كتير لبيتي مثلا عن شغلي، او مخليه ده يدخل في ده، مش عامله جدار بين الاثنين. وده برضو ناس كتير بفخ بتقدر تقع فيه، ان انا مثلا لما اطلع من شغلي ما تاخديش هم الشغل وضغوطات الشغل للبيت، لان البيت في عنده ضغوطات ما تكفيه. فاذا انا خدت من ده حطيت على ده يبقى كده الدنيا باظت، بقت مش مشكله بقت فوضى، عامله بالظبط زي البالونه اللي مربوطه بخيط. لما انت بتشدي البالونه دي وتقطعي الخيط ده انا حليت المشكله، لكن لما بتضيعي كذا مشكله كذا بالونه مع كذا خيط وتشربكوا في بعض دي اسمها فوضى. ما انتيش عارفه دي جت منين، دي فكها ازاي، دي كذا دي كذا. ممكن المشكله تكبر وتطير معاكي ساعه بساعه بساعه لانك انت مش قادره تفكي الحاجات دي لانك كتبتيها وقت طويل وما حليتيهاش. فدي لازم تتحل بايه؟ بالسلاسه، بالصراحه. الواحد يبقى قادر يقول لا، مش عشان اثبت نفسي في الشغل، لا انا قادره اعمل 1 2 3 4 كذا، لان يوم ما هتتعبي هقول لك انت ما عمركيش قلتي لا قبل كده، انت جايه تقولي لا دلوقتي. الواحد لما بيقدرش يقول لا في اوقات معينه ده بيسبب له ضغوطات مش في حياته، في نفسيته وشخصيته اساسا. طيب التوازن عند الست المثالي في الحياه عموما، ان هي تعرف توازن ما بين الشغل والبيت قد بعض، ولا ان هي يبقى عندها اولويه حاجه عن حاجه؟ أنا أقول لك الحاجة اللي هتفضل معاها على طول هو البيت طبعا، أكتر من الشغل طبعا. بس أنا أقول لك التوازن ده يمكن في ناس كتير وأخصائيين كتير يبقوا ضدي دلوقتي، بس أنا بتكلم من حالات في الحياة بشوفها من الاستشارات اللي بتجيلي. حسب العمر، إجابة السؤال ده تفرق على حسب العمر. يعني لو واحدة لسه عندها بيبي صغير وبتشتغل وكذا وكذا، هقول لا إنه تقدر تعمل بالانس، تقدر تعمل إيه توازن ما بين الحاجات دي. قدام شوية لازم إيه تخلي الولاد لما يكبروا مثلا لا تدي أهمية لشغلها أكتر شوية. ممكن الولاد يعتمد على نفسهم شوية وبالمرة يبقوا بيتعودوا على الاعتماد. بالظبط. بس في نفس الوقت ما توقعش البيت. صحيح. يبقى كمان طبعا. في كمان إنه هي ورب المنزل هي كمان تكون على نفس الخط، يعني ما يبقوش هما الاثنين ايه، في وقت لازم يكون هو جوزها، في وقت لازم يكون صديقها مدير اعمالها، هما الاثنين يكملوا بعض. ما يبقاش في واحد منهم هما الاثنين، يعني الاثنين قاده في مركب واحده هتغرق. لازم كل واحد فيهم يبقى يعرف نفسه هو قائد هيبقى امتى، يعرف دوره هيبقى امتى، يقدروا يعملوا التوازن ده. لما يوصل يعني الست لما تيجي تكبر مثلا في الثلاثينات في الاربعينات، توصل اول الاربعين هتفضل شغلها اكتر. ليه؟ لانه ده اللي هيفضل معاها، لانه اريد الولاد كبروا هيبقوا غالبا ايه في سن اللي هو الجامعه مثلا، نيجي نقول جامعه مثلا، ده خلاص هيبتدي يشوف حياته، هيبتدي غاب عن البيت كذا كذا، فيبقى عندها وقت فراغ كتير تطور من نفسها وتطور من شغلها، فهنا لا ده بيزيد. فهي الاجابه ما بتبقاش واحده. يعني أنا لسه كنت في نقاش مع حد دلوقتي إنه الواحد لما بيقول مثلا أنا دماغي وجعتني ما ينفعش البنادول أو الأسبرين ينفع علاج لكله، لا يعني تختلف من حالة للتانية، لا ده محتاج كذا ده محتاج كذا، لأنه لو إدينا علاج واحد موحد للكل في ناس هتتضر منه، في ناس ما بتستقبلوش، حالتها النفسية أو حالتها العقلية أو المادية ما تسمحش، فما ينفعش إن احنا نعمم على كله نفس الحالة. جميل. برضه من وجهه نظرك شايفه الست اللي ممكن تكون بتشتغل من البيت او فكره الشغل من البيت ده ممكن يحقق للست توازن اكتر في تنظيم وقتها ما بين الشغل والبيت؟ يعني والله بتبقى مستقره اكتر؟ من وجهه نظري انا دي تنفع في وقت الازمات زي ايام كورونا وفي دول تانية ايام ما حصل كورنتين بسبب مرض مثلا جه فتره ومشي مثلا من فتره قريبه. الحاجات دي تستخدم في الازمات، لكن اذا هي عايزه تريح نفسها فاكره انها تريح نفسها وهتشتغل من البيت وولادها حواليها انه ده هيريحها، فانا احب اطمنك لا بالعكس، ده هيجيب لك ضغوطات وهيجيب لك ضغط وسكر وبلاوي سودا. ليه؟ احنا ليه دايما بنلجا انه الناس الاونلاين بتشتغل اريح؟ ليه هو فكرهم ان هو القعده الوقت طويل دي بتريح؟ اولا بتدمري صحتك وانت قاعده ما بتتحركيش كتير. صح. تاني حاجه انت لما تيجي تشتغلي او تردي على ناس تيجي في الاخر زي الطفل مثلا ماسك موبايل 24 ساعه، بنيجي نقول له ايه؟ يعني احنا بننصح ولادنا بحاجه واحنا ما بنعملهاش. كفايه كده انت كفايه كده ليه؟ والنا الولد ما يعرفش يتناقش مع الناس، ما يعرفش يواجه الناس، ما يعرفش يكمل جملتين على بعض، مش اجتماعي. فاذا الام اوريدي بقت كده وبتنصح ابنها ده، طب ما انت قاعده على في البيت بتدرسي ولادك على التابلت وفي نفس الوقت انت في شغل كذا، فانت ما بقاش في تواصل بينك وبين ولادك. لو خليتي الشغل والبيت مكان واحد فاذا انت خليتي المشاكل دبل في مكان واحد.
انا دايما بنصح اللي بتشتغل اونلاين يبقى لسبب صحي ما، مثلا هي مش قادره، عندها ظروف ماديه مش قادره تطلع بره، ممكن تشتغل اونلاين لفتره لغايه ما هي قادره تظبط صحتها وتطلع. دراسه اونلاين لانه مثلا انها مش قادره تسافر، مش قادره كذا، التكاليف معرفش ايه، يبقى ليها ظروفها. بس انها استسهل، مش حكايه انها استسهل من ناحيه الماده بس، هتدمر على حاجات تانية. التواصل ما بينك وبين نفسك وما بين الناس التانية هيبقى فيها صعوبه، ناس تانية جدا. عشان كده اغلب الناس اللي بيشتغلوا اونلاين بتحس انهم بيتفهموا غلط لما يجوا يكلموكي، لانه الناس دي لما تيجي تتكلم شغلانتهم محتاجه بادي لانجوج، محتاجه لغه الجسد تتقري صح. فاذا انا بتعامل معاها على التليفون على الجهاز، لا هو شايفني ولا شايفاه، هفهمه صح ازاي؟ صح بالزبط. صح 100%. طب برضو رايك في الست انه عشان تحقق التوازن ما بين بيتها وما بين شغلها بتتعب قوي قوي، بتيجي على نفسها وبتعمل مجهود خرافي، ممكن تنام مثلا 3 ساعات 4 ساعات في اليوم بالكثير، فبتصحى بدري مثلا تطبخ، تعمل للولاد لانش بوكس، تنزلهم، تروح هي شغلها، ترجع تودي تمارين. هل ده بيساعد الست ولا ده بيبقى حاجه يعني بتستنفذ طاقه الست وعمرها وصحتها؟ لا اكيد طبعا، كل بني ادم ليه طاقه معينه واستيعاب للحركه دي كلها، ان كان للشغل ان كان لغيره وغيره. بصي في الشغل معروف احلى حاجه في الشغل انك انت عارفه الليميتس بتاعتك، وقت شغلك من كذا لكذا. ما حدش دايما حط لنفسك حدود انه بقى مثلا انا شغلي بخلص 5، تمام. طبعا احنا بنستثني الدكاتره اذا هم سامعيني يعني عن الموضوع ده، لانه في حاله الامرجنسي لما بتصلوا عليهم طبعا دي حاله خاصه بيروحوا المستشفى تاني. لكن اذا انت وقت شغلك ما فيهوش حاجه طارئه، ما تخليش حد يكلمك بعد الساعه 5، خلاص انا وقت ده وقت بيتي. وكمان احنا عايزين نقول للست حاجه مهمه جدا، انت عندك وقت للبيت وعندك وقت للشغل، وقتك انت فين؟ المي تايم فين؟ فين صحيح؟ ده لازم يكون كده في وقت اللي هو ترتاحي فيه، مش انك مهدوده قبل النوم. لا استمتعي فيه، كانه وقت دوام بس ليك انت. انت الباص بتاع نفسك، انت مديره نفسك. ودايما الواحده لما تنجح في حاجه ما تستنيش غيرك يكافئك. كتير قوي بقولها، وانا عن نفسي انا كنت بقع في الفخ ده زمان. قبل ما ابقى نرميني القعده قدامك دي. ما كنت دايما استنى مثلا حد يجيب لي ورده، لما اعمل حاجه انجح في حاجه استنى مين هيجيب لي هديه، لغايه ما في الاخر في يوم من الايام سمعت كده زي كلمة بسيطة من بنتي كده قالتها بهزار، بس عارفة لما بتجيلك رسالة كده من حيث لا تدري، انه ماما واي نوت، انت ليه ما بتجيبيش مثلا انت لنفسك هدية؟ ليه تستني من بره؟ لغاية ما انا اول مرة ان انا انجح في حاجة من بعد الموقف ده، الولاد جايين بيقولوا لي ماما جايلك ورد، فبيبصوا على الكارت كذا كذا كذا، انا عاملة اهداء لنفسي. برافو عليكي والله. انا استنى ليه؟ صحيح. انا اقعد اتعب نفسي ليه؟ طب ما انا عايزه حاجه طب انا استناها من بره، يعني اللي بره هيعرفوا قيمه نفسي اكتر مني؟ اكيد لا. لا، فانا دايما احب نفسي، علشان مجرد ما الواحده حبت نفسها صح، مش انها بقت مغروره، في فرق، في شعره ما بين الاثنين، ما بين الغرور وحب النفس. اكيد. حب النفس الزياده او الاكستريم ده هو ده اللي بيؤدي للغرور. صح. فان انا احب نفسي هتعرفي تحب الناس كلها. هتحبيها صح. والناس هتحب نفسها عن طريق حبك لنفسك. عشان كده دايما لما الواحد يكون ايجابي ومحبوب ويحب نفسه صح، يقول لك انا نفسي اكون زي فلان. اما لو انا هفضل اعمل حاجات كتير لغيري عشان يحبوني، يوم ما اغيب هيدوروا على غير، مش هيقولوا فين فلان. طب انت برضو شايفه وانت بتتكلمي عن الموضوع ده، وان انا احب نفسي واقدر نفسي واقيمها، تقييم المرأة في المجتمعات العربية، بما انك برضو يعني انت روحتي اكتر من دولة ولفيتي الوطن العربي، يعني زي ما بنقول كده، شفت كتير قوي وعندك خبرات كبيرة، تقييم المرأة او تقدير المرأة في الوطن العربي حاليا، انت شايفاه في عين الرجل عامل ازاي؟ بيقدرها ازاي دلوقتي؟ هل بقت تتقدر اكتر؟ بقى فيه مثلا تمكين ليها اكتر؟ احنا مثلا عندنا هنا في مصر بقى فيه تمكين للمرأة اكتر بكتير من فترات فاتت في حاجات كتيرة قوي قوي، انت برضو شايفة ده ازاي دلوقتي؟ لا انا ما شاء الله انا شايفة انه الشرق الاوسط تطور كتير، خاصة يعني هتستغربي من الكلمة دي، بانت اكتر في الكورونا. هتستغربي لانه اغلب الناس اللي كانوا طالبينهم للدعم النفسي وغيره وغيره، والناس والاعلاميين والكلام ده، لانهم قادرين صحيا يواجهوا اي حاجه. يعني انا عن نفسي اعرف اعلاميه كان عندها كورونا كانت تطلع للاخبار لانه مش لاقيينها بديل من بيتها،
رغم انه في بديل زميل ليها يقول لا انا خايف اطلع، ليكون يعني الرجل ما عندوش كميه الضغط للحاجه دي. عنده ضغط لانه يعمل حاجه اوريدي عارف نهايتها ايه، مش عايزه حاجات thinking out of the box اللي هي التفكير خارج الصندوق. تمكين المراه ما شاء الله لا في الشرق الاوسط بقى حاجه ممتازه جدا. يعني من اكثر الدول اللي انا شايفاها ما شاء الله ابتدت تشتغل على الموضوع ده جامد كانت السعوديه والامارات. لدرجه انه خلاص بقى في ابتدى يظهر تاني، ما كنا بقالنا سنين طويله ما شفناش وزيرات. دلوقتي ابتدت تظهر تاني. الشخصيات المؤثرة، المؤتمرات اللي بنعملها دلوقتي في تكريمات كتير كمان للمرأة المؤثرة واللي هي المرأة العاملة وغيره وغيره وغيره، بقت تطلع طبعا دوليا مش بس شرق أوسط. بقت في عندنا لا تفتح الحكاية دي، والرجل بقى يتقبل الحكاية دي. بعيدا انه في تفكير لازم يكون متوازن ما بين الاثنين، بس طبعا الرجل اكيد هيكون متفوق في المرأة في حاجات زي ما المرأة متفوقة فيه في حاجات. يعني ربنا اكيد بيميز شخص عن شخص. بس المرأة دلوقتي لا بقت تشوف مكانتها، تشوف مكانها دراسيا، تفتح في العلوم نفسها. يعني انا ما شاء الله شايفة حاجات، في ناس هيطلعوا على الفضاء من اعمار 21 و22. احنا من امتى بنسمع الكلام ده؟ وبنات وما شاء الله في دراسيا هيطلعوا هناك. الكلام ده حاجة تشرف، حاجة ترفع الراس بجد. طبعا أروح بقى الموضوع مهم جدا جدا، هو لغة الجسد وإزاي نفهم لغة جسد الشخص اللي قدامنا، وإزاي أستخدم لغة جسدي أنا بشكل صحيح بحيث أن أنا أقدم نفسي بالصورة اللي أنا عايزة الناس تشوفني عليها. بصي لغة الجسد لها أسرار كتير جدا طبعا جدا. ده يعني علمي جميل الناس جداً. فاكرة أن هم لما أخد كورس أو دورة أو حاجة في لغة الجسد يبقى أنا كده بقيت 100 100. لا أنا عايزة أقول لكم أنه في أحيانا دراسة لغة الجسد بتقعد 6 سنين وزيادة. طريقه القعده ده في علم اسمه مايكرو اكسبريشنز اللي هو رؤيه تقريبا اللي هم من ثانيه لربع الثانيه في الوش، حاجه بتتحرك كده عصب معين، ده بيتقري ازاي؟ ايوه ده بيتعمل ازاي؟ واغلب الناس اللي بتدرسه اللي هم عندهم درايه بالعلوم اللي بالشرطه تحريات الكلام ده. بس اكتر ناس من غير ما تدرس في الحاجات دي الستات اكتر حاجه. عشان كده الراجل دايما بيقول لك انا اموت واعرف ان مراتي بقى تعرف ان انا بكذب ازاي. صح، لان احنا بنعرف. يعني كنا زمان نقول ايه الجمله الشهيره اللي كلنا عارفينها، انا ماما كانت بتعرف ان انا بحور عليها ازاي، ده انا كنت اجيب القصه اللي هي ليه. اولا عندها شعور، عندها حاسه سادسه. ايوه انا كنت لسه هقول لك، انا كنت فاكره ان هي بالاحساس مش بالبادي لانجوج. هي بتبقى احساس زائد اوريدي بتتاكد بالبادي لانجوج اللي بيفضحنا كلنا. أيوة. يعني في ناس كتير مثلا بتقول لك مثلا انا فاهم اللي انت بتتكلم عنه، وفي ناس يقول لك انا فاهم اللي انت بتتكلم عنه مش فاهم طبعا، ولا وناس يقول لك عايزه اخلصها. انا فاهم اللي انت بتتكلم عنه. لو احنا هناخد بالكلام الثلاثه هنا بتقول نفس الكلام. تمام، بس اول واحده بيقول لك انا فاهم اللي انت بتتكلم عنه، ده معناها ايه؟ انه عايز يقول رايه من بعد بعد كلامي. تاني واحد بيقول لك انا فاهم انت بتتكلم ايه، انه هيصدعنا هيقول لنا رايه. كلهم نفس الحاجه. تالت واحد بقى هيتفازلك. اولا لما انا مثلا باجي ارفع الرقبه او ارفع اللي هي الدقن مع علو الصوت وابص لفوق، دي تعالي او استعلاء على اللي قدامي او كذا. طريقه القعده لما الشخص، في ناس كتير وما بتعرفش تعبر عن نفسها بالكلام فبتتكلم بطريقه البادي لانجوج. لما مثلا يعني مثلا وانا بتكلم دلوقتي دي اسمها المنطقه الوسطيه اللي هي منطقه الحزام. دي منطقه الراحه. ان انا وانا بتكلم ايديا مفتوحه مرتاحه كذا. البني ادم اللي متعصب او متوتر بتلاقيه دايما بيشوح بايديه، انا ايديا راحت فين دلوقتي؟ فوق. المنطقه اللي هي الايه؟ ما بين اللي هي فوق منطقه الحزام والكتاف، دي منطقه التوتر. فبتلاقي ناس كتير قوي لما بتطلع كده ايديها بتتوتر كتير وبتتحرك كتير، وغالبا ايه؟ بتبقى على حاجه دائريه. الدائريه دي ان انا مش عارفه ان انا ضايعه فيها. اللي بيبقى منزل ايديه كتير ده بيخاف من التواجه. بيخاف ان هو يواجه. وغالبا بيبقى الرقبه عامله كده. يعني بصي عامله كده، وغالبا عندهم دبل شن. حتى هم رفيعين. الدبل تشين مش علامه سمنه بس. لا بس بتبقى ايه؟ انه على ان انا متوتر، انا خايف، انا كذا. وبيبقى اغلب اللي بيبقوا كده بنسبه 90% بيخافوا من احكام بعد ما اتكلم ايه اللي هيحصل. بيبقى عندهم خوف ما بعد الحدث. التفكير الزياده، السيناريوهات اللي بتحصل اللي في دماغ كتير، الصوت لازم الحاجه دي كمان بنقراها. تمام، يعني في ناس كتير دلوقتي وانت قاعده، انت قاعده حاطه نص الرسغه على الايد الثانيه. دي معناها ايه؟ ان انا منفتحه
ان انا اسمع نفس معنى لما انا بتكلم مثلا عامله كده او عامله صوابعي مفتوحه، لكن لما يجي شخص عامل لي كده وباصص لي ما بيرمش، ده معناها ايه؟ انا مهما تتكلم انا مش سامعك. بالظبط، انا منغلق. هو مكون اوريدي رايي، هو اللي هي كده كده هيقوله بالزبط. او هو كده كده اللي هيتعامل عليه، لكن هو خلاص قافل يعني. في حاجات بتساعد الشخص يبقى عنده ثقه بنفسه من قبل لسانه وعقله. ايه هي؟ ودي دايما انا بنصح الكل دايما لما اقعد، حتى لو انا ظهري مفرود زي ما انت فرداه كده، افرده بزياده 10 ثواني وارخيه، 10 ثواني وارخيه. اذا حسيتي ظهرك ابتدى يتشنك شويه زياده، يبقى عندك العصب بيشد. ليه؟ لانه في صراع. العصب ده بيخص ايه؟ صراع ما بين ثقتي بالنفس اللي الناس شايفاها بره واللي شايفاها انت من جوه. فلازم ترخي العضله دي، وفي نفس الوقت دي الكتاف مفروده والظهر، اشد نفسي كده شويه، ولما اتكلم احاول ان انا ايه، يبقى في وضع ما احسش بتوتر، احط رجل على رجل، لا انزلها، لا كذا، لا الوضع اللي يريحني. بس مش يريحني قوي يعني، مش قاعده وانا عامله مثلا كده مثلا ورخي، لا ريحه نفسي براحه معقوله. ولما اتكلم دايما انه انا ايه، اعبر نفسي بجسمي اكتر. احاول اتدرب على ده في المرايه، الاحظ ده، اخلق مثلا سيناريو مغالط للي انا عايزاه، الاحظ الفرق بين الاثنين، احب ادرب نفسي. في ناس كتير بتتخلق عندها الكاريزما دي زي هبه من عند ربنا كده، دي بتبقى 4 أو 5% من الناس على مستوى العالم اللي هي فراسه انه اعرف ازاي لغه الجسد يعني بتتكلم او بتقول وتبقى ايه، عندها وسيله اقناع كلامها قليل، وتلاقي لما بيقعد عندهم هيبه رغم ان كلامها قليل وبيحاول من اقل حاجه ممكن يقولها هثق فيه، دي بتبقى الناس اللي هم 5% 4%. انت ممكن تكتسبي ده، ايوه تقدري تكتسبيه، بس بالتمرين تراقبي نفسك صح الحاجات. يعني في ناس مثلا، واحده ست جات لي بتقول لي انا عندي ولدين توأم بعرفهم من بعض، لما اواجههم اعرف مين فيهم اللي بيكذب من التاني. بتقول لي انا كشبه مش عارفه افرق بينهم لغايه دلوقتي. يعني من قلب الام بقدر، من طريقه الاكل بقدر. بتقول لي بس انا بعرف في واحد قبل ما يكذب الكذبه او لما بيتوتر بيرمش 3 مرات كده على السريع. التاني مثلا بيبقى ايه، عمل كده وكمل. عارفه الحركه الثانيه دي اللي هي البق بقى مختلف كده شويه، كان هيفتح بقه ويقفلها. دي من دراسه المايكرو اكسبريشن، نحاول نقرا عنها كتير. عارفه مين اكتر ناس شاطرين في الحكايه دي؟ عارفه برنامج شارك تانك؟ اكيد. في 3 حكام من غير ذكر اساميهم ذكور، هم تخصصوا في الحكايه دي ودرسوا هم، علشان كده بيقول لك انا لما، بس هم لا يعلنوا ذلك الا لما تدوري سيرش على فكره. عملوا دراسه كامله ازاي اقدر اتحكم بالبادي لانجوج بتاعه، وبقوا عن طريق البادي لانجوج يعرف في حاجه اسمها وسائل الاقناع دون كلام، طريقه القعده ازاي اقنع اللي قدامي بالحاجه اللي لسه هقولها انا ما قلتهاش يوافق عليها من قبل ما اتكلم. ودي اغلب البزنس مان او المليونيريين مثلا او اشخاص رجال الاعمال الكبيره والسياسيين بيستخدموها، وبندرسها للناس اللي بتبقى جديده في المجال ده. دي بتبقى انت بتقنعي الشخص اللي قدامك من غير ما تتكلمي، بيستخدم يعني بيدرسوها، وبتبقى برضو من الفراسه بتاعتهم. اكيد طبعا، ما دي ودي زي ما انا قلت لك، في اشخاص كده وفي اشخاص كده. في ناس بتدرسها لانه هي ما تعرفش ناس حواليها، لانه ناس قليله جدا اللي بتبقى عندها الفراسه دي. فعشان يدرسوها محتاجين وقت، ودراستها غير تطبيقها. دراستها بتحتاج وقت. ليه؟ لانه لازم دراستها وتطبيقها في نفس اللحظه. ما ينفعش ان انا ادرس الحاجه كلها وبعدين اجي اطبق. ادرس طب كله وبعدين امسك حقنه، ما ينفعش. حقيقة نرمين، انت الحديث معاكي ممتع جدا جدا، وموضوع لغه الجسد ده احنا عايزين نتكلم عنه كتير قوي، فلازم تقعدينا تكوني معانا في حلقات تانية. اكيد ان شاء الله. لازم نعمل حلقه كامله الحقيقه عن لغه الجسد، لانه زي ما اتفقنا موضوع كبير ومهم جدا جدا، وبالذات للستات. انت قلتي ان بيبقى عند الستات اكتر من عند الرجاله، وبيبقى تواجد في الستات اكتر من الرجاله يمكن بكتير. اخيرا عايزه منك نصيحه لكل الستات اللي بيتفرجوا علينا، ازاي تعرف توازن بين بيتها وحياتها ونفسيتها، المهم انها تحافظ ازاي على نفسيتها. انت ذكرتي 3، حياتها وبيتها ونفسيتها. اللي هي النفسيه دي اللي بتربط بين الاثنين اساسا. بالظبط. نحاول نقلبهم، هتمشي صح. اشتغل على نفسيتك الاول. صح. وحياتك اللي هي مع عائلتك اللي هي الدايرة الأولى احنا بنقولها، بعدين مع البيت التاني اللي هو العمل. لو ثبتتي مع نفسيتك ومع شخصك من جوه اللي انت عايزاه، هتنجحي في 3 دوائر كلهم وبامتياز. تحب نفسها حلو، تدي نفسها، تكافئ نفسها، تحاول تبص لنفسها بصدق
بعين نفسها مش بعين الناس التانية. يعني اللي شايفة نفسها مثلا مش حلوة، لا انت حلوة، ودليل ذلك اقول لك حاجة، انت لما تبص لنفسك على المراية وانت مبسوطة هتلاقي نفسك جميلة، رغم انه انت قبل ما تسمع الخبر الحلو بخمس دقايق كنت شايفة نفسك مش جميلة. اذا مين اللي بيخليك جميلة؟ عقلك. حب نفسك، حب عقلك، حب صورتك، حبي الثلاثه اللي موجودين جوه اللي هم اي اند مي اند ماي سيلف، خليهم يحبوا بعض قوي. هتقدري تحبي نفسك في كل الدوائر دي. حقيقه نرمين بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده وعلى كل المعلومات الجميله المفيده الممتعه اللي انت قلتيها لنا، واللي اكيد ان شاء الله هتفيد ستات كتير جدا في حياتهم. بشكرك جدا على وجودك معايا. شكرا. كانت ضيفتي في الفقره دي نرمين هاني ابو شعبان، اخصائي صحه نفسيه واستشاري اسري. خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم فقراتنا، استنوني. أمهات كتير بتسخر كل وقتها ومجهودها لأولادها، سنين كتير بتروح في المذاكرة وسنين أكتر بتروح مع التمارين، وهي بتكون ناسية نفسها وناسية إن من حقها يكون عندها وقت خاص بيها هي لوحدها علشان خاطر تقدر تحقق فيه اللي بتحبه أو اللي بتتمناه. تمر السنين وفجأة الولاد تكبر تعتمد على نفسها، وتبدأ الأم تسأل نفسها، هو أنا مين وفين حياتي الخاصة بيا وفين أحلامي اللي كان نفسي أحققها؟ في أمهات بتستسلم للوضع الحالي، وفي أمهات بتقرر تبدأ حياة جديدة وتحقق شغفها وأحلامها المؤجلة. زي ضيفتنا كده اللي منورانا النهارده في استوديو انتي، أستاذة دعاء الدمرداش، اللي قدرت إنها تحقق شغفها في تصميم الأزياء بعد عمر الخمسين. خلوني بس أرحب بيها الأول. أهلا وسهلا بيكي، منورانا يا أستاذة دعاء. ميرسي جدا. حقيقة العمر مجرد رقم ما شاء الله. طبعا أولا ما شاء الله جدا، تاني إن العمر مش باين خالص، يعني ده مش حقيقي. أكيد حضرتك بتحكي علينا عشان تدينا أمل إن العمر مجرد رقم وإن إحنا نقدر نحقق في أي وقت. بس خليني أسألك، إمتى جاتلك اللحظة بتاعت ايه ده، هو انا فين، هو انا بعمل ايه، انا لازم احقق احلامي اللي انا اجلتها؟ جات لك امتى الصحوه دي؟ هو بالظبط زي ما قلت في الفيديو، هي جات لحظه لقيت فيهم ولادي كبروا، بنتي كبيره بقت في الجامعه، ابني في ثانوي، الصغيره برضو في ثانوي، وما بقوش محتاجيني، مش بمعنى ان هم تخلوا عني، بمعنى ان هم ما بقوش محتاجين الرعايه ال 24 ساعه ان انا اكل واذاكر واودي واجيب، لا كبروا. دي طبعا كانت صدمه، كانت لحظه صادمه. لكني وقتها وقفت وحسيت لا انا اوكي خلاص ماشي، انا مش هعمل دراما، انا مش هقعد اقول فين عمري واين عمري. لا انا خلاص هم بقى لهم حياتهم، ده الوقت اللي انا يبقى ليا فيه حياتي، انا اشوف بقى ايه اللي انا كان نفسي احققه. وبسبب رعايتي ليهم وقفت الحلم ده، لا انا هبدا ارجع تاني واشوف حياتي تاني. جملة اللي جاي مش قد اللي رايح، ويمكن انت ذكرتيها في الفيديو اللي اتفرجنا عليه، الجملة دي قد ايه محبطة؟ وسمعتيها قبل كده ولا ما سمعتيهاش؟ لما جيتي تبدأي في حلمك حد قالك الكلمة المحبطة السخيفة دي؟ ده انا بيقولوها لي من وانا 45. اللي هو خلاص بقى، احلام ايه اللي انت عايزة تعمليها؟ لا خلاص، لا سجادتك وصلاتك وربك، يعني اوكي هو ده موجود على فكرة، ده موجود اي وقت، ده موجود في كل الاوقات. هو مفيش عمر معين واحد بينتهي عنده على فكرة، سواء في النفس او في الاحلام والطموح. اكيد طبعا. لا بصي، هو انا هقول لك حاجه، ممكن فعلا يكون اللي جاي مش قد اللي رايح كوقت، بس ككواليتي لا انا قادره ان انا اخليه احلى من اللي راح. فهو ده كان ايمانك، فقررت ان انت تكسري التابو بتاع اللي جاي مش قد اللي رايح. بالظبط. لا انا انا هعيش وهعمل اللي انا عايزاه وهستمتع. رحله الامومه ممتعه ولا متعبه؟ قولي الحقيقه. الحقيقة عشان في ناس قدامك لسه في نفس الرحلة ما خلصوش. طبعا 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 طبعا، هي متعبة وممتعة، هي الاثنين مع بعض. هو هي طبعا مش سهلة، مش سهلة خالص، انما هي تستحق. الأمومة بتبقى موجودة في فطرتنا كأنثى، ما نقدرش ان احنا ما نمارسهاش، فلا طبعا هي الاثنين مع بعض. كم مرة تقريبا وانت صغيرة تمنيتي ان ولادك تكبر بقى تغطي بقى ده من اول ما بتشوفي البيبي وانت بتحلمي بقى بنتك بقى وهي هتبقى عروسه وابنك هيبقى مش عارف ايه؟ لا ده حلم طبعا من وهم اطفال، بتتمني ان انت تشوفيهم كبار وناجحين، بس لما بيكبروا بتحسي لا انا عايزاهم يصغروا تاني. طيب انت درستي طب،
جنب دراستك كمان اتعلمتي تصميم الازياء وقررتي ان انت تفتحي اتيليه، نجحتي ويعني وقدرتي ان انت تعملي اختيارات جميله جدا في الفتره دي، بس برضو اخترتي في وقت معين ان انت تركزي مع بيتك واولادك. القرار ده كان صعب عليكي ولا لا؟ وهل ندمتي بفتره الانقطاع اللي انت ندمتي عليها على فتره الانقطاع دي ولا لا؟ كان قرار صعب. كان قرار صعب لاني بديت انجح، كنت بديت انجح واكسب فلوس ويبقى ليا بوزيشننج في السوق. بس في الوقت ده لانه كان بيزنس خاص وانا البيزنس، فلا، فانا اهملت في بيتي واهملت مع اولادي وبداوا يتعبوا، فحسيت انه لا، ان الاولى بالنسبه لي انا كان اولى اولادي وحبي لاولادي. هل ندمت؟ من 6 شهور كانت هتبقى اجابتي انا ندمت، لان الاصغر مني سبقوني وكان زماني دلوقتي في حته تانية خالص. انما لما شفت تعوض ربنا ليا والنجاح، بديت انجح وبدات تتفتح لي الشغل تاني، حسيت ان مفيش حاجه فاتتني، بالعكس كان الاهم ان انا اراعي بيتي وولادي، لان ده لو كان فاتني ما كنتش هعرف اعوضه. خدتي راي الولاد لما قررتي ان انت تعوضي وترجعي لشغفك تاني؟ ده كان ديل بيني وبينهم. هم طلبوا خلاص حريتهم واحنا كبرنا وخلاص، قلت لهم اوكي انتوا كبرتوا يبقى تتحملوا مسؤوليه نفسكم. وده الوقت بقى ان انا كمان كبرت واحب احقق فيه احلامي، فسيبوني بقى اعيش حياتي. مين بقى دعمك ومين احبطك؟ دعمني ناس كتيره جدا، اهلي دعموني، صحابي دعموني، ولادي دعموني. انا ما سمحتش ان حد يحبطني المره دي، لما حبيت ارجع تاني لا، انا ما سمحتش ان حد يحبطني وما سمعتش. برافو عليكي، برافو عليكي، لانه اللي هيحاول يحبطك دلوقتي هو ما هو الا غيران منك ومن نجاحك ومن قدرتك على ان انت تبداي من الاول وجديد تاني في وقت كنت انت عطلتي الدنيا كلها والناس كانت خلاص مش هتعملي يعني حاجه خلاص يعني. بس بصراحه برضو فيديوهاتك وتجربتك هي اللي خلتنا النهارده ان احنا نعجب بيكي جدا ونستضيفك عشان تكوني معانا، ملهمه لكل الستات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وشايفين ان هم اجلوا احلامهم. لا، الاحلام هي فقط مؤجله ولكن قابله للتحقيق. كلمينا بقى عن الفساتين الجميله اللي انت بتعمليها، واحنا معانا يمكن صور حلوه جدا للفساتين التانية، تكلمينا عنها واشرحي لنا كده الافكار بتاعتها كانت جايه لك منين وهل كانت سهله ولا صعبه في التنفيذ. هنشوف دلوقتي الصور معانا او اول دريس معانا فوشيا. ده بصي، انا لما حبيت ارجع تاني كان لازم ابديت الفاشن وصل لغايه فين، الترندز والالوان ايه، والفابريكس الماتيريالز والفابريكس والتكنيكس نفسها، التكنيكس بقت اكتر حرفيه. ده كله هاند ميد. لو هنجيب صوره لظهر الفستان كله تطريز هاند ميد مع شغل الدرابي مع هايل. حلو جدا. انت اللي عامله الهاند ميد بنفسك ولا في حد كان بيبقى بيساعدك؟ هقول لك، انا لما اول لما رجعت خالص بديت انا اعمل بنفسي. بعدين لما حبيت بقى اخد خلاص افتح واخد يعني الاحتراف، كان لازم بقى استعين بقى بناس بروفيشنال بقى صنايعيه وبنات شاطرين في الحاجات دي. صحيح، جميل جدا جدا. الفستان اللي بعده برده ده حلو قوي، البيستاج، باستل بيستاج. كله برضو كله التطريز اللي فيه كله هاند ميد وكله يعني انا ده استوحيته كتير قوي واشتغلت فيه كتير قوي كفكره. والحمد لله لما صورته ده مثلا من سنه مثلا اتقلت كتير. حلو قوي. فهو حاجه حلوه تحفه. وده خطير، ده فستان خطوبه بنتي بجد. حلو جدا جدا، عشان كده بقول لك خطير، معمول من القلب. القلب قوي بقى من القلب. ده كان طبعا انا وانا بعمله كنت خايفه جدا وكان تحدي كبير، لاني كنت لسه برجع عارفه ازاي ولسه ببدا. فكان حتى كان رهان بيني وبينها، وقلت لها لو باظ هجيب لك واحد جديد بس اديني الفرصه دي ان انا اطلع فستان. انت فرحه الشهر اللي جاي باذن الله، انا عرفت ان انت اللي هتعملي الفستان. شغاله فستان الفرح بتاعها. برافو عليكي والله، واكيد هيطلع احلى فستان في الدنيا وهيطلع احلى من احلى مصمم ممكن يعمله في العالم، لانه معمول بايد الام. دي حاجه تانية بقى خالص. اعتقد ان دي حاجه من الحاجات، ده لوحده مدي اكيد هيدي للفستان. بعدين الستبس بتاعتها كمان بنبقى احنا مع بعض، فبتبقى دي ميموريز حلوه قوي، نتخانق بقى ومش عارفه ايه ونفك ونحط. صح، ويتقول لك اعملي كده، تقول لها انا شايفه كده احسن، هيبقى الطف وملبوس، ويتقول لك لا. انا بقول لها انت اصعب زبونه عندي. طبعا لا، بس ان شاء الله ربنا يفرحك بيها، واكيد حاجه حلوه جدا ان الام هي اللي تعمل فستان فرح بنتها. معانا الفستان ده كمان حلو جدا جدا، مختلف. الفستان ده بالذات يعني لانه كان تحدي بالنسبه لي قوي ان انا ادمج اللونين دول.
يعني كانت الكلاينت جايه عاجبها اللونين دول مع بعض، بقولك مختلف، وبعدين وحتى القماش مش نفس القماش. مش نفس القماش، فكان تحدي كبير قوي. قلت لها بصي هو هيطلع حلو قوي يا هيطلع وحش قوي. هو مفيش منطقه في النص. فالحمد لله فطلع حلو قوي الحمد لله. اكيد. وده ده برضو، الثلاث فساتين اللي فاتوا دول، ده اول ما حبيت ارجع يعني كاي بقى فاشن ديزاينر بعمل ديزاين واصوره فوتو سيشن، اوري الناس شغلي، اعرف الناس بيا. فكان الثلاث فساتين ده من اوائل الفساتين دي من اوائل يعني اول ما حبيت بقى ان انا خلاص بقى افتح وابقى بروفيشنال. جميل جدا. اول مره رجعت فيها وبداتي تعملي تصميم، بداتي تقصي الهدوم، انت بتعملي الحاجات دي بنفسك صح؟ احساسك كان عامل ازاي؟ بصي هو انا بعشق عاده المكنه، انا بعشق. هزود حته على السؤال، رجعتي منين؟ من البيت ولا من الاتيليه؟ لا من المكان البيت. اللي اشتغلتي فيه من البيت. يعني انا طول فتره حتى وانا ما بشتغلش انا بعمل اي مناسبه انا بفصل فساتين. يعني انا بناتي الاثنين فساتين البروم بتاعتهم انا اللي عاملاها، انا اللي عاملاها بايدي طبعا. واللي شجعني اكتر كانت بنتي الصغيره الفستان البروم بتاعها، يعني كنت بقيت بروفيشنال اكتر يعني وتعلمت اكتر. فكانت ردود الفعل يعني كانت اكيد صحابك جننوا بيها فحسستني لا لا انا ممكن اعمل، ممكن ارجع تاني ولسه في امل. فاول بقى مسكت مقص بس بقى بتاعه الرجوع، مش بتاعه انا بعمل فستاني وفستان بناتي والحاجات الجميله جدا دي. لا انا راجعه. كان احساسك عامل ازاي؟ لا طبعا يعني بصي فرحه وطبعا خوف. انا مش عارفه برضو لان برضو انت بتعملي ديزاين لسن اكبر اصغر منك ففي فجوه زمنيه. فهل انا هقدر اوصل لذوقهم؟ هل هقدر ارضيهم؟ فالحمد لله قدرت انجح. يعني اهم بقى نصايحك للامهات المطحونه ما بين شغلها بيتها واولادها والمسؤوليات اللي عليها، تحبي تقولي لها ايه؟ اول حاجه احب اقول لها شيلي كلمه مطحونه وارجعي للقيمه الاساسيه. هو انت بتعملي ده ليه؟ فكري نفسك دايما ان انا بعمل ده لاولادي عشان انا بحب ولادي، فانا بديهم من وقتي وبديهم من طاقتي ومن رعايتي، مش عشان اي حاجه، عشان انا بحبهم وانا بحب بيتي، فانا مهتميه ببيتي وبتفاصيل بيتي حب مني. ويا ريت كمان يكون الشغل من مكان حب، ما يكونش الشغل من مكان اضطرار. فانت لو عملتي المعادله دي انت بنفسك هتوزني كل حاجه، مش هتستني ان حد يقول لك حاجه. اكيد. دعاء انا سعيده جدا ان انت كنتي معايا النهارده حقيقي بجد. انت ست جميله وست ملهمه لستات كتيره جدا، رساله حلوه لكل الستات اللي بتتفرج علينا دلوقتي. كل ست اجلت حلمها، قررت انها تركز مع بيتها، كان عندها ظرف واضطرت انها تاجل حلمها، انت بوجودك وبمجهودك ده رسالة قوية جدا جدا وأمل كبير لكل ست تتفرج علينا إنها تقدر تعمل كامباك، وكامباك حلو قوي كمان يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. حقيقة بشكرك جدا جدا جدا، وإن شاء الله الحاجات الجديدة أو اللاين الجديد لما ينزل هتكوني معانا إن شاء الله، وهتكون صوره معانا، كل حاجة كل حاجة هتبقى معانا إن شاء الله بإذن الله. لازم نعرضها ولازم يكون لينا لقاء تاني. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ دعاء الدمرداش وصناعة الأزياء، شكرا ليكي لوجودك جدا. ميرسي جدا. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نتقابل الحد اللي جاي في نفس الميعاد الساعة 5 على شاشة دي سي. استنونا يوم الحد. سلام.